بعد تأجيلها في وقت سابق، تقرر في اتصال هاتفي بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي أن يزور باريس في النصف الثاني من شهر جوان، لتأتي بعد 10 أشهر من زيارة الدولة التي قام بها ماكرون إلى الجزائر. فالعمل جار ومتواصل من فريقي البلدين لإنجاح الزيارة. أولا يجب التذكير بأن زيارة تبون إلى باريس تأجلت من ماي إلى جوان مبدئيا ريثما تتضح الأمور بالنسبة إلى فرنسا التي تعيش حالة من الغليان في الشارع، مما لا يسمح بزيارة رئيس دولة أجنبي لسيما الجزائر، وهناك عدة ملفات تربط الطرفين. ينتظر أن تشمل زيارة رئيس تبون لفرنسا العديد من الملفات التي لا تزال عالقة، مثل مسألة الذاكرة الموكلة للجنة مشتركة من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين، وقضايا التنقل بين البلدين، وترقية الاستثمارات ومحاربة الهجرة غير الشرعية، وتكوين الشباب، والتعاون الأكاديمي، وغير ذلك من الملفات التي وردت في إعلان الجزائر من أجل شراكة متعددة. مما لا شك فيه أن ملف الذاكرة يبقى الملف الأساسي ما بين الطرفين، حيث ربما سيتم عرض ما توصلت إليه اللجنتين المكونتين من طرف الرئيسين سواء الجزائري أو الفرنسي، بالإضافة إلى ملف الهجرة وهو ملف شائك أيضا بالنسبة إلى فرنسا كما هو بالنسبة إلى الجزائر، لوضع النقاط على الحروف، بالإضافة إلى الملف الاقتصادي والتبادلات التجارية والاقتصادية عموما ما بين البلدين. تحديد موعد الزيارة سينهي جدلا دام طويلا، ليفتح نقاش حقيقي من أجل تسوية كل الملفات العالقة.